بنت الحي يا خياني تاكوي كي جمرة ذي لذي مذوات علي الله الله يا وعد الله 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 يا وعد الله نعاشق والعشق من الله قولوا اسم الله زيدوا اسم الله قد ما نوصف باقي شوي بنت الحي يا خياني تاكوي كي ظن يرزوك ظن وغني حق لك وعلاش لا أموري ولات في النوار لما راو خذت طلقتها وباي باي شيري وخوك رزوق رجع عازب كيما كان واعطيني حريتي أطلق يدي هذاك علاش أنت منفنفة صبحت مفنفن اليوم يقوى عليك ربي وانا نستخيلك على حاجة أخرى الأخرى تورجي و شكون اللي هربت لي بعقلي من ظهر لي فيك ما سمعتش اخر الاخبار اخبارها الكل عندي نهارين تولا دخلت لخرجت لقصت قدها في الزنقه لمشات للخدمه وسي طباله ما عتبش الحومه متاعنا ويظهر لي فيها علاقات موتره وسي كمال سحب سفيره ما لا شد عندك هالموجز حتى نعطيك التفاصيل متاع النشر اعطيني ترى الخبر العاجل ونحيلي الشوك من قلبي قالك يا سيدي بن سيدي تعدى على ود هرهار وتتعداش على ود سكت كانت تقولها امي منانة الله يرحمها وخدتك قمر لكن الناس الطيبة زعمة أيه. طلعت كليندو من أعلى رأس حبت تعمل سبة في مرت الهجمة وتقتلها إيه هوك عاد الدوسي نتاعها محلول عند البوليسية خالتك قمر ولا تقتلت أرواح أتك 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 شوف أش يطلع منها وقال لك يا سيدي تستنى في الهجمة بشوالي هجيل تاخذوا رجلها ياي ولد شنشينة هذه المرأة معاملة على الرجل والبنية معاملة على الطفل ويطلع الصابون نظيف شفتش مكبر عقارها وشنو المانع إذا كان الرجل في الحبس يلزم المرأة تخلط عليه الأم شلبة والبقاروس البنية تطلع منكوس معناتها حي نقز هي هوك عاد صرت لها مطردة من الخدمة وكمان متعارك هو وبوه وحلف عليه وقال له لو كنت أخوها إلا ما نحرمك من الميراث وشدت الدار يا حسرة مين كانت تتعدى بحذيك بالفيانكا وش يا ذبينة ما فما في الحومة كانينا الجمرة وتفيت يرزوك معناتها ما عاش ثم كونكيرونس وما عاش عندها باش تفنفن عليا والتيران ولا فارغ شاخت عندك يرزيك طوت نجم تخطبها ويدك مليانة وكنت نجم تستنى أمها حتى تدخل الحبس هكاك يكون أسهل وخير وقتها أنت تنجم تمغط ساقيك وتتشرط مش هيا يا رزوقة إيش تفرج في الخبر العاجل إيش واه شم جايبوا الهونية هذي مش قلت لي تعارك وطردوها من الخدمة والدوسي محلول عند البوليسية وربولك يظهر لي فيه ولا جيب في خبر غلطة يا نعيمة الله عليك سي الهاشمي موجود شكون قلو شنو ما عادش تعقلني شكون فيس عنسيتني سامحني دكتور رضوان هاك ترى الخدمة تفضل دكتور رضوان هاو جيك تفضل مرحبا بيك اهلا وسهلا شنو اخويا غلط ولا ناسي لاني غلط ولا ناسي انا جيتك واخذ في خاطري منك شنو المشكله دكتور المشكله انت عملته وعملت منه قوق على حاجه ما عندها حتى معنى سامحني مانيش فيها مش تقصد مشكل أماني أمه بصراحة تقلقت برشا وأنا جيتك لهنا من غير ما نعلمه دكتور الزواج بالمكتوب أنت شاورتني على بنية وجاوبتك بصراحة تقوم تحل فيهم جبانة الطفلة تخرجها بالخدمة وتزيد تعيرها بأمها عيب عيب سي رضوان يظهر لي فيك ماكش فاهم الحكايه الحكايه نعرفها من اولها لاخرها
وعشت الفصل الأخير من المأساة اللي تعدات على رأس خمر قبل 25 سنة. كان من واجبك تصلح غلطك مع المرأة، مش تزيد تصب الزيت على النار. دكتور، احنا طولين أصحاب والكلام هذا ما عنده حتى موش. سيلاش منتي باش تخليني نعاود حساباتي معك، خاطر مع الأسف خليتني في مأزق مع المرأة اللي ما ريش منها حتى مضرة أربع قرن كامل. وشنو المطلوب مني؟ نكتب لها رسالة اعتذار؟ أنا بلغتك رأيي، وأنت تعرف ما يصلح بيك. هاي بخاطرك توا. جهدت فيا. كانوا على البرتمانات اللي كريهم لي، من نجم ياخذهم. جاوبني على القليلة، ما تحقرنيش. اش تحبني نقولك؟ اللي فما قلته لك. المفروض ترحب بيا كي شفني جيتك باش نعتذر لك انت وامك، وانا تحت التهديد، وانت تعرف لي انا كسرت كلام بابا وجيتك. غلطة بوك صفحة وتويناها ونسيناها انا وامي، وحتى لو فرضنا يجي لهنا شخصيا باش يعتذر، امي ما تخليهوش يعتب باب الدار. مازلت نركشي عليها، كنت نستخيل باش نلقاك بردت وحسابك راضت باش نجم نحكي معاك. مرسي على مشاعرك النبيلة. بطول الوقت الجرح يبرى والمياه ترجع لمجاريها، وكما قلت لك شوية صبر وكهو. انت ظهر فيك متفائل برشا، ولا تتخيني رخيصة لهالحد؟ صحيح احنا عائلة قليلة، اما عنا مبادئ كرامة قيم نمشيو عليهم. من رابع المستحيلات باش ننسى نهار الإهانة، ولا نجم نكون أسرة أنا وياك مادام عندك بو بالعقلية ذيك، قلبه معبي بالحقد. علاه أنت باش تاخذني أنا كنكتب المكتوب ولا بابا؟ وتولي عاسي والديك يجي منه؟ الله لا يجعلنا جرة. أنا اللي قلك سلمت في الخدمة اللي ما صدقت الرب لقيتها، وليت بطالة باش ما نعيشش تحت رحمة بوك. خلي نولي كنتو. على كل، أنا اللي عليه عملته، جيتك وذاك حد مجهودي باش تعرف لي أنا مازلت عند وعدي. مش صحيح، أنت عملت هذا كل باش تبري ساحتك مني، باش كانت قابلنا صدفة حتى بعد 20 سنة ما تلقاش نفسك محجوج. ضميرك ما يأنبكش، أما أنت في قرارة نفسك مقتنع براي بوك. وراي بابا لازم باش يتبدل مع طول الوقت ويتغير. وعلاش تضيع الوقت هذا كل من عمرك؟ كمال، أنا مانيش المرأة اللي تصلح بيك. أنت بوك عظيم بفلوسه وجبروته، انا بنت ناس قليل، وضعية عيلتي ما تشرفكش. مانيش اول وحدة حبت وتصدمت، مانيش اخر وحدة باش تضحي وتدفن حبها بيديها. زهر، زور، زهرور يا زهرة. شو بيك لو بيك زهرة ترانزستور بنيتك. زايد يا زو، ما تفهمني كان انت في هالدار. نحب على فلوس. واه، الفلوس عندي انا ولا عندكم انتم؟ يا عاد عندي سهرية الليلة راه تخلق لي 100 دينار، وكيف العادة رجع حملك 150. ما تزيدنيش حتى كلمة. والسهرية وين؟ السهرية ولاد صافي، ولا نهزك معايا يا اخي تعاون باش نلقى واحد خير منك. 100 دينارك هو؟ 100 دينارك هو، وكان ما عندكش تعاون نهزك للبنك اجبد لي من الكارني بتاعك. اش قولك؟
لا أتو نطلع للبنك اللي الفوق. لا 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 غير ما تطلع للبنك اللي الفوق، خطر اللي عندها الكل نحيتهم لو البارح. لا خلينا نبدو بهاي. شبيك زهرة؟ دار بابا قص عليهم الماء. على هيك ماكش قد بعدك؟ طبعا نهارين هما بلاش ماء، صارت فيت ما فيقوش بها. يا اخي الفاتوره جات غاليه وما نجموش يخلصوها، واحنا ماك تعرف لا فاطمه ناس قليله وما نجموش. نهارين بلا ماء ينجموا يزيدوا يقعدوا شهر اخر كان ما يدبروش الفلوس. والفلوس برشا؟ لموش لمو والباقي 100 دينار، وانا جيتك باش تسلفهم لي وتنحيهم لي راس الشهر. حمام كي قلبي، جيب لي السوشي من القجار. الله يوريك نهار تحير فيه يا فاطمه. ما فيه كان 120 دينار، برا وصلهم لداركم، خلي يحلوا بيهم مشاكلهم. كثرهم عليك يلا. احسبهم يا عانة من عندي، وما تنساش وصي امك تدعي لي العيوت خير باش ربي يخرجني من هالضيق اللي انا فيه. ربي فضلك يلا فاطمه، والله لا نحيك عليا. الدنيا هذه ما فيها حتى حد مرتاح، اللي عنده يشكي واللي ما عندهش يشكي. بيا بنتك ما عندهاش زبط. السبابط اللي عندك يحلوا بيهم مغازة متاع سبابط. تعرف يا عمية العصاب الوساكي اللي شتهم لك النهار، قلت لهم زنس بوتيون أسختي مش نقول لك هبال، وما هوش غالي برشا راه 300 دينار. هاكا ما هزيتش عيني الفوق برشا. كثرت لها مدلال. شنو يا عمي، حتى انا صغيرونا متاع الدار، ما تجيش هيلة اللي تقرا معايا خير مني. ندلوكم ونحيروا فيكم. ميسالش فراغ، ما في حتى شيء. جيب لي كارنيت شيك متاعك يقدر علي يا ربي. الكارنيت شيك متاعك وين؟ إقجار الكوميدينو. لقيت لك كاين 90 دينار وبسيف. التيفيا ديما عندك خدامة. باهي يا سيدي مش مشكل. توا تمشي تعمل لي قهوة وفيها 4 طوابع سكر. دي جوك على بكريه. انا كل ما هو حلو جوي. الكرنين ناقص 4 ورقات، شكون نحاهم؟ بالك شي خرجتهم ونسيت يا امي. من وقت الحادث ما مسيتش الكرنيه هذا كان اليوم، وكل ورقه نخرجها نحط في السوش لشكون عطيت الشيك. هلي وليت عايشة مع السراق في هذا. بيهي وسع بالك وتفكر لشكون عطيتهم. يا ربي وليت نعيش في كابوس انا. يا ربي سيدي يا ربي، علاش يحبوا ينتقموا مني هكا؟ شنو هذا؟ شوفك الحطايا حتى ملوك متاعها تبدل. الحمد لله على سلامتك يلا. يعيشك، مشيت على نهايرين ضربتها جمعة. منين جيت الجمعة؟ 4 أيام برك. والأربع أيام شوية وكسر فيهم مسعر بديهم بالله فاطمة. نحات جبيرة ولا تمشي على ساقيها، وزادت نحات الدوي جملة واحدة حتى لين ناخذ الخنار الآخر. تقول أنت معاش حاجة تحبية وجاياني هنية زايد؟ ليه عاد أنا ما قلتش هكا، أنت موليت الدار معزة مكرمة. و حقا نسيت ما قلت لكش، جيك استدعاء من مركز الشرطه، جيبهولك الكوميسار بيدو
نهار اللي جاي حق مع اللا فاطمة على الاكسيدون تاع الكاميون. في بالي عندكش حاجة أخرى خلاف استدعاء الشرطة؟ كرني الشيكات تاع اللا فاطمة. شبيه سرقه؟ ليه مش الكل، نحاو منه 4 ورقات بركة، وتوا مازلت كي فطنت بيه وهيك داخلة بعضها على الاخر. سرق معروف أخي مش معروف. أختي الكلام هذا تقولوا للي بيت صابح هوني ويعرف كل كبيرة وصغيرة في الفيلا. أمانة معظم الأوقات وليت مبيت في دارنا. اللي هز الأربع شيكات سارق محترف، ما هزش الكرني باش ما تفطنش وتمشي للبنكة تعمل اعتراف. الناس الكل ماخذين فيا باي، اللي يسرق واللي يحب يقتل واللي ما نعرفش يحب عندي. علاش علاش عاملين فيا هكا؟ علاش يا بنتي؟ بالك انت تصرفت في الشيكات ونسيت. نعرف اش نعمل ونعرف اش نقول، وكل شيك خرجت ونعرف لشكون عطيته. وهاك شفت بعينيك 4 شيكات ما فماش، والسوش ما فيها حتى شيء. والكرني هذا وين كان محطوط؟ في قجار الكوميدينو. ما تفقدته كان كي جيت نعطي شيك البيا باش يشري صبات. معناها فما سارق معانا لهنا في الدار ويعرف التصحيحه متاعي وينجم يقلدها، على خاطر سهله منكتب كان اسمي. خايفه خايفه لا يكون جبت برشا فلوس وعريني وخليني نمشي على الحصحاص. ما عنده وين يمشي، البنكه تو تعلمنا بكل شيء، وخمس سنين حبس ما عنده وين يهرب منها. كي يطلع واحد من اولادي. هذيك ماهيش مشكلتي، وانا مستحيل نتسامح في وضعك كيما هذا. على كل تو نجم يصير حتى شيء لانه البنكه مسكره، وغدوه ربي يعمل الليل. خليني ساعه نشدهم بالواحد ونشوف، بالك شي قيس غير الشيطان. كان مش قيس ما تكون كان هذيك، على خطر ماشيينها لامها هكا على غرادة ماهوش بلاش. كنت عاقدة فيها النوارة. على كل غدوة يظهر كل شيء، وتو تشوف قداش تكلف له سارك هذا. وبالله العظيم لو يكونوا فيها أولادي الأربعة لاني مفلتهم. جيت هكا ما خصهم كان يعملوا فيك باركيت تفتيش. حياة لا تعمل ولا تخاف. في عرض اللي يشعل فيها عرضها بالبوسة، كانوا لا ثم بوليسية تبحث لا ثم كرني مسروق ولا كان منه لا صار عليه. زهرة زهرة مش نكلفها لكم غالية، ويا ويلو السرق كيف نشدو؟ الله يرد فيس على هراوة. شنية؟ صحة راس ولا صحة رقعة؟ في الهاشمي أنا بيت لا فاطمة محرمينها عليا، ما نحطش ساقي فيها، وكان شدت عليا حاجة حطني في الحبس. يا سيدي ما تسخفش علي. إيش يحب يقول؟ اللي سرقت هربت واللي طلت شدوها، هذاك إيش حبيت نقول؟ السوسة الوحيدة اللي عندي في الدار هذه هي أنت، تعرف كل شيء. اللي نعرفه قلت لك عليه، وما خبيت عليك حتى شيء. اما اللي يحبك يسقطلك واللي يكرهك الا قتلك. وزيد انا عاد برجي بالحوت تبارك الله، متاكله ومذمومه. وينو قيس؟ قيس خاتي افوكاتو نتاعو انت؟ كانك ماكش شريك وراك على الاقل تعرف. يحتمل مازال شاك ولا اثنين مازال ما استعملهمش. هاني مش نبدا بولادي باش ما يقولوش الهاشمي عبد الوهاب ما يركب كان على البهايم الاقصى.
وراسك انت يا سيلهاش ميقايس خاطي. شبيه يستعمل في السكرين توم؟ يعمل في ريجيم خاطر يحب يقعد ديما زبلت. ما هو السكرين هذا؟ ما نعرفش بالك شي دواء متاع وجع راس خاطر ديما راسو يوجع فيه راه. تعرف تكذبها؟ والله من بسيط من رزق فالحبس الخاطر هذا مش حرام باش نتاعك راس. وانا فجيت الهاشمي يا اخي تعارك سعد وسعد الله يحطهم برك في الحبسه. الاولاد ولا يحرفش لي وانت تتستر عليه ولا مسكتوا الليل من هنا وشكون ما تقالش اللي انت معاه في اللعبه يخطر كان علينا من العصره يا ميمتي. ملك اني شوف اللي تستعمل فيه بنت وبيا كنت يموت بالحمصة. مش فينا فاطمة الولد الصغير طلع لي عاد محارمة وتخلى في دعاسك كبار. سامحني برا من فضلك. احنا شبينا اللي داعي علينا بيتي صبحة نخرج من المشكلة نحلو في مشكلة ما أكبر. الولد ولي حربش شو شكيت عنده؟ يا ولدي صلي على النبي الدواء هذاك عطاه له الطبيب. الطبيب ما يعطيش الهم هذا ونشدني أنا نقول لك مانيش صغير ولا نرضى في صبعي الشيء هذا تعدى على راسي. كي أنت شيء تعدى على راسك وتعرف العلة منين جات علاش تحمل لي انا المسؤوليه وانت عندك فيها ضلع كبير. اش يحب يقول؟ فهمني مليح اش نحب نقول يا سي هاشمي. نزيدك حاجه اخرى شكون ما قالش اللي الطفل يستعمل في هيك الهم اللي في يدك من عم ناول اي يمكن الشيء خليني ساكته خير باش ما نقولكش شيء ما اكبر. يلعن ابوس كات وقت الكلام هنا وصلنا لها وشفنا بعينينا كيفاش السحر يتقلب على السحر. اما سحر واما ساحر اخش بيك تحسب فيا بمفعول رجعي تخلينا نسعف هالمصيبه هذه توا نشوف وش يحل الولد قبل ما يمشي في هاويه. حل شكون يا هاشمي؟ حل يا انا اللي ما عادش نعرف راسي من سقايا ولا الولدك الكبير اللي شويه طاح فيها فوف ولا الصغير اللي ولي لي زوفري ولا الشيكات اللي تسرقت؟ يا بنتي راني خايف عليه لا يدخل في مجموعة ضايعين ويبداو يستغلوا فيه ومحتمل الشيكات في اللعبة. أخي ماشي في بالك شيء هذا يا رخيصة تلحربوش بك الحساب. ولدك ما هوش بعيد عليك كي روح في الليل شدوا هرسوا ولا إذا الزلم أربطوا في الدار. ما قولكش إذا ما نجمتوش يمشيش كبيه وقتها تحل على روحك باب جهنم. ما كبر كلامك وقهرتني بالمساجات اللي تبعث لي فيها. تسكت تسكت وتحط لي قنبلة مغلبني حد إلا أنت. قيس روح حكى في بيته وزهرة بحثيه ديك كله منها هي وليدك غرق معاها العنكوش. سبب الخراب هو انت. الف مره نبهت عليك باش تبعد على قيس بعد اسمع الله. شبيك عليا اليوم سي الهاشمي؟ نجم نسيب لك الدار ونمشي راه هو اللي عيط لي مش انا اللي مشيت له. انا نقول للراجل في مقام بابا وعارف اللي نخدم عنده اما ما زلت تهز عليا يدك نترشق الفوشيكا ونولي نقول في حاجات كانت تسمعها تقلقك برشا اما انا ما نحبلكش نضرك. حتى انت تمردت عليا؟ الكلام هذا ما سمعتوش ما عندك من قبل. انا هاني وصيتك ما عينكش فيا خلصني في اللي خدمته عندك وكل حد يلقى الخير. انا مش باين لك وما تبربشنيش خير لك. ايوه خليني رايده
لو كان جاي مكتوبك ما فيش فلوس راك ما لقيتش باش تشري الهم هذايا. الفقر حكمة لامثالك. كانك تحكي على الشيكات نقول لك مانيش انا، اما اللي يهزهم نعرف. معناها شريك في الجريمة. لا يا بابا، مشيت لبعيد ياسر. شكون اللي نحى الشيكات من الكرنيه تاع امك؟ مانيش نكذب عليك نقول لك انا اول واحد شلقت بيهم، والحكايه عندها اكثر من شهر ونص. باهي قبل الاكسيدون تاع امي اللي شويه لبشت فيه، حليت الكلاص متاعها، شفت الكرني حليته، لقيت فيها ورق منحية. انا راني حبيت نقولها، اما الاكسيدون جاء ودخلنا بعضنا الناس الكل، وبصراحه من وقت نسيت هالفازه. باختصار شديد، اللي هز الاوراق عامل حسابات اكبر من مخي انا برشا. ايش يحب يقول؟ ايش يحب يقول؟ يحب يقول اللي البحث بتاع الشرطه باش يكشف برشا حاجات. يا بابا انت انسان مخدر، ما نجمش نحكي معك، اما يكون في علمك لو كان ما تقطعش علاقتك برجال السوء اللي دايرين بيك، انا نعملهولك تراها. اول حاجه نحرم عليك اللي سيليبر، غدوه تخدم معايا في الشركه، صباح تمشي معايا والعشيه ترجع، معناها لا خرجه لا دخله لسامدي سوار. واذا تحب تتسعسع نحرم عليك الدار برا، تعيش كوارث باتة، وخل نشوفوا اكلب السوق اللي دايرين بيك ينفعوك ولا لا. كان عندك حاجه في بيتك برا مشي خبيها، بوك عامل رافل اليوم عند دار الكل. شنو عامل رافل يا اخي؟ شخام عليه. هاك بدبي تقيس افرتها تقول فليجة وتشدد في الديوانة وحسب بيتك في الجرة. على قد فلوسكم على قد مشاكلكم. صباح الخير. هارك زيد تفضل. بعثوا لي الاستدعاء هذايا. للحيات. من انا صغيره عيطوا لي حيات، اما اسم الحقيقي في البطاقه حزيه. امي سميتي على اسم مامتي باش نعيش كيفها 8 سنين. لازم فرد كعيبه عندها. قلل ودلل. بتقطع لي في عيشك. شرفنا للحزية. تفضل تفضل. وطالبة في كلية الطب. خسارة ما كملتش قرايتي، دبرت برشا مرات وخرجت نخدم ممرضة. كل شيء بالمكتوب. المكتوب هذا جابني نخدم ممرضة في دارسي الهاشمي، ويريتني ما خدمت عنده، مربحت كل المشاكل. عمري ما كنت نصور روحي بجنار ولا متهومة بالباطل. على اللي عيشك صلح معلوماتك، احنا نبعثنا لك بسيفتك شاهدة. وهاك باش تسمع هذايا من عند سيد الكوميسار. هاي تفضل معايا. احتراماتي، نقدم لك الممرضة اللي تخدم في دارسي الهاشمي. تفضل. تفضل اقعد يا مدام. دموازيل حزية ولاد الداعس، ويعيطوا لي حياة، ونحب شكون يعيط لي حياة. مرحبا بيك لحياة، نحن اللي يهمنا هو شخصك مش اسمك. وجابتها الظروف تخدم عند سي الهاشمي.
مش نقول لك سيد الكوميسار، ندمت على النهار اللي عرفت فيه الهاشمي هذا، وسمعت كلامه باش تخدم ممرضة عند مرته، وانا شم جايبني لهنا يا جمله. احنا عيطنا لك باش نلقيو عليك بعض الاسئله، لا اكثر ولا اقل. بيت حايره البارح كيف جاني الاستدعاء من عند الشرطه، قلت زعما يا ربي انا شنو اللي عملت. وانت شنو اللي حايرك؟ احنا مازلنا ما واجهنا لك حتى اتهام، مجرد سؤال فقط، شكون السيد اللي فطرت انت وياه نهار السبت اللي فات؟ نهار السبت اللي فات فطرت في دارتي الهاشمي انا ونانا. لا يا راجل ماهوش نانا. كان تقز على سي الهاشمي، سي الهاشمي ما روحش للدار نهار السبت. في بالي. مال شنو المشكل؟ ثم شكون شافك تفطر في مطعم تاع مشوي في طريق رقم 1 جهة الحمامات. وانا شم جايبني للطريق هذاك؟ انا حتى كيف نخرج من تونس نمشي نطلع على خالي في زغوان، اش مهزني للجي بي ان؟ يا احتمال نسيت. والله تقولوا لي هكا تخليوني بيت. لكن ثم شكون شافك؟ يا احتمال شاف مرات شبه لي تعرف توا نسا يلبسوا كيف كيف، يتزينوا كيف كيف، ويعملوا شعراتهم كيما يحب. يمكن تفسيرك صحيح، والراجل اللي شافك ماهوش بعيد علينا برشا. صدقني سيد الكوميسار انا ما خرجتش من داري لا السبت لا الاحد لا الاثنين، واليوم الثلاثاء هاني جيتكم. يمكن مشيت فطرت ورجعت لتونس. لكن اللي حاب نعرفه انا شكون شوفور الكاميون اللي فطرت معاه؟ سؤال سهل وجاوبني عليه بسهوله. يعجبكش انا نفطر مع شوفور نتاع كاميون؟ انا حتى واحد في عائلتي ما هو شوفور نتاع كاميون، وما عندي حتى واحد في احبابي ولا في صحابي عنده كاميون. انت خرجت من دار الهاشمي نهار السبت وما رجعت كان البارح، شاهد عليك فاطمه وظهر هذيك المراه اللي تخدم عندها، تنكر انت اللي طلبت منها الرخصه باش تمشي تطلع على امك في البلاد؟ لا مانيش ناكره سيد الكوميسار. معناتها سافرت وخرجت، هذاك هو اللي حاب نعرفه منك. سيد الكوميسار انا بالحق خرجت من دار سي الهاشمي، تسببت بامي على خاطر دار سي الهاشمي عبد الواحد ولا عبد الوهاب ولا سماه ربي ولات جحيم لا تطاق، دونك سببت بامي مريضه باش نجم نخرج، اما قعدت هنايا في تونس. وين قعدت؟ قعدت في داري باش نرتاح اعصابي، فديت سيد الكوميسار فديت. عيط للراجل اللي شافها. والله خير، جيبوه راجل اللي شافني خليني نرتاح ويرتاح ضميري. لحياتي تعرف شي واحد اسمه جابر؟ جابر؟ جابر شكون؟ واحد عنده علاقة بالهاشمي اللي خدم فيك. سيد الكوميسار أنا علاقتي بسي الهاشمي بدأت عندها شهر ولا يمكن أقل من شهر، كيفاش تحبي نعرف أحبابه وأصحابه؟ أبو؟ أنت تعرف الهاشمي كان منذ شهر برك، المفروض تعرفه بالقدا؟ لا سيد الكوميسار أنا نعرفه معرفة سطحية. معرفة سطحية؟ اختارك انت بالذات باش تلهي له مرته وتقول سطحيه؟ الحكايه صارت صدفه سيد الكوميسار. كيفاش صدفه؟ اختارك انت من دون الف ممرضه وتقول لي صدفه؟ شنو الصدفه هذه؟ انا قابلته مره في تونس وهو وقت يفركس في ممرضه تتلهي له بمرته مريضه، وانا بنت بلاد، زيد هو يداوي عند طبيب اللي نخدم عنده، قال لي تحبش تلهي لي بمرتي؟ قلت له حاضر. هذيك الحكايه كيفاش صارت سيد الكوميسار؟ انت جيت لتونس قبل ما يقع الحادث لمرته ولا بعد؟ بل. تعرف الشوفر اللي يخدم على الكمايل نتاع سي الهاشمي؟ ايه نعرف الشوفر نتاع الشركه، اما ما يسوقش الكاميون. اسمعني لحياة، خليني نتعامل معاك كشاهده، ما تلزنيش نتعامل معاك كالمتهمه. انت تعرف الشوفر نتاع الكاميون اللي عمل الحادث؟ ما نعرفش عليه، اخوك ولا صاحبك ولا شريكك ولا جارك؟ ما نعرفش، وما تراوغش معايا. سيد الكوميسار انت شي خسرت، جيب الناس اللي تخدم عند سي الهاشمي الكل، إذا كان ثم واحد برك يقولك نعرف المرأة هذيا سميني كذابة ومراوغة. أنا مرأة قليلة نخدم على رويحتي، لقت في خبيستي، ما نعرف شيء على الحادث ولا اللي عمل الحادث، الله لا يسامحه. إيش قولك لحياة؟ هاو جبنا لك السيد اللي شافك تفطر في المطعم. آه شنو؟ هي ولا مش هي؟ أنا شفتها من بعيد. الطاي هو بيدو.
املوكم بدل بارشة. انا قفلك شوف تاعي وانا اقول لكم تاعي. ايه حتى الطول هو بيته اما الوجه مبدل. ترى لبسك المرايات الكحول اللي لبسته من نهار الفطور؟ مرايات يعجبكش؟ انا عمري ما نحط مرايات. ربي عطاني لوك مزيان نغطي فيه بالمرايات الواش. سي با بوسيبل تحبوني انا نكون بالصيف؟ سيد الكوميسار انت شي خسرت. امشي اسال جيراني في حي النصر تو يقولوا لك حياه لا خرجت لا السبت لا الاحد لا الاثنين الا القضيه. وريها تصويري على البورتال. سيد هذا شكون؟ ما نعرفوش. باه اني باش نزيد نسهل لك التشنشيل. التصويره بتاع الراجل اللي على البورتابل هو نفس الراجل اللي افترض معاه نهار السبت. وهو بيدو سايق الكاميون اللي حب يقتل فاطمه. هاو سهلنا هالك. وحتى لو كان باش تنكر وتقول ما نعرفوش، احنا السيد هذايا باش نلقاوه عاجلا او اجلا. لذا من الاحسن تستعرف توا خير من اللي من بعد تولي لك مشاركه في جريمه. ربي ظهر الحق. هذاك اش نقدر نقول لك سيد الكوميسار؟ ويحتمل كيف تدلنا عليه تخرج من المسؤوليه كلها. يا ربي كيفاش تحبوني ندلكم عليه وانا لا عمري ريت ولا عمري شفته؟ لا حياه، الراجل هذا باش يجي نهار ونلقاوه من الكرش الحوطه نطلعوه. باهي طلعوه ونجدوه. اذا كان قالكم لي انا افطرت معاه ولا نعرفه حتى بعرفه سطحيه، حطوني في الحبس. نجم تروح، لكن هذا ما يمنعش اللي باش نعاود نحقق معاك مره اخرى، لكن المره الجايه مش بصفتك شاهده. ربي ظهر الحق. انا متاكد 90% اللي هي. وانا متاكد 100% اللي هي. كنت تنجم توقفها على ذمه التحقيق. وقتها انا ما نوصل معها لحتى نتيجه وناخذ منها لا حق ولا باطل. المهفات هذوما اللي يعرفوا يراوغوا نجموا يشدوهم كان بالحجه والدليل، وانا سيبتها باش تظن اللي احنا صدقناها ويتحللها اللعب. انا باش نشدها متلبسه معناتها وين تهرب. هلا فوزه وعينيك مهمده. هلا 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 هلا. ما عندكمش حاجة أخرى غير الفسراول هذوما؟ كانك ماكش مزروب نجم تستنى المعلمة، يحتمل عندها سيليكسيون أخرى. هيا هاي جيت المعلمة. شو حالك؟ وينك نايم لاباس؟ الحمد لله. من فين يا رجل؟ وين السراوي اللي قلت عليهم البارح نايم؟ خبيتهم لك عندي قبل ما ياخذوهم قبلك، ومعاهم زوز سويري مش نقول لك كهباء. المهم سي كريم وينك؟ وش عندك جديد؟ انت ايش عندك جديد؟ اخطف روحك جيب قهوه سي كريم. حاضر. كيف العاده ها؟ اه ايش عندك اخبار؟ انا نستنى في اخبارك.
انت سبقني فوق شبرة. شنو سي الهاشمي؟ نجيك للدار يقولوا لي نقل، نطلبك على التليفون نلقى النمر تبدل، نجيك للشركة يقولوا لي ارجع غدوة، مدة تو انا ماشي جاي، حتى اللي عييت وكليت. ما في بلاش ميكا اللي خرجت من الحبس، كفارة ان شاء الله. ما جيتش نلوم عليك سي الهاشمي، انا جيت باش ناخذ حقي كامل ونصفيه الحساب القديم. الحسابات ما تجيش في الشارع، احنا تعرفنا بالمعروف نخطبها بالمعروف. وانت خليت فيها معروف سي الهاشمي، انت كليتني في الملمة واللي ثم تبعني فمك سكت. كسبتك ما مشيش تقرا اليوم؟ السيد الوالد عاقبني، حرم عليا القرايه وزاد حكم عليا نخدم هوني. في باله عمل افار. وشكون كيفك يكمل عليك؟ لا تعبت ولا خديت شهاده ولا قريت في التعليم العالي، وتلقى اللي يقول لك بيرو شهريه ومدير الشركه ابوك، يعطينا من عطاك يا وخي. صباح خير سي الهاشمي. صباح خير. قل سي فريد ياخذ قيس معاه وصيه نفس لا ويعامله كما يعامل اي خدام عنده. حاضر. اي اتو يشوف يعيا هو سي فريد متاعه. اسمع السيد اللي مع ابوك شكونه؟ بربي ريت هيك الفقيره وهيك الوجوه اللي يتعامل معاهم ويلوم علي انا ويقول لي انت منظرك مش باهي ومتعاشر كان اللي منظره احرف من خوه. يضر لي ما خليتش معاك، اللي طلبته خديته. خديت مشات وذنها. اش بيك تبل؟ تاكل وتعيط، لو كان ما كنت لكش انا راك خدام مرمى، تخدم نهار وعشرة بطال. تقول انت خيرك سابق سي الهاشمي. رديتك راجل وعبيت لك مكتوبك بالفلوس. وتوا جاي تقول لي نتحاسبوا، علاش تحاسبوا بابا؟ على الدار اللي عملتها لك ولا على العرس اللي عرسته لك ولا على الشهريه اللي نعطي فيها لمرتك وامك وقت اللي سيتك انت في الحبس؟ انت عطيت وخذيت سي الهاشمي، ما عطيتش على رحمه الوالدين. ما تزيدش تجبد على مرتي على خاطر انت ساس الخراب. انت تعرف اني مرتي طلقتني وهربت. هذيك مشكلتك انت، وانا من طبعي ما نتدخلش في الامور العائليه متاع غيري. حساب مرتي مازال مش وقته، خلينا تو في الحساب اللي بيناتنا. ما يتحاسبوا مرتين كان السراق. حشاك من السرقه سي الهاشم. انا مانيش ناكره اللي انت عديت مديده باهيه في الحبس، لكن انا كنت معك راجل وانت قادم على هدايا وفهم قوانين اللعبه وقابل تحمل المسؤوليه وحدك، الخساره وحدك والربح مع بعضنا. يا اخي طلعت خاسر من كل شيره وانت ربحت كل شيء، ومعاك الحطاب نصيبي. معلوم بعد اللي الممنوعات القوم في دارك. القوم الجمل وذنه كما يقولوا سي الهاشم. بقية السلعة مخبية في بلاصة ما يعرفها حتى حد كان أنا وأنتي. كنت نتصور كي نخرج نتصرفوا فيهم ونعوض السنين اللي ضاعوا من عمري، لكن كي خرجت لقيت السلعة ولا مرتي ولا سيادتك. عوضت لك اللي ضاع منك ثاني يوم ثالث. ولو فرضنا خدمت هاك السنين اللي تربطت فيهم، ما تصورش النص اللي خديته أنتي ومرتك وامك من عندي. هاشمي أنا نكلم فيك بصفتي شريك، وما فيش فايدة تمسكي معايا، على خاطر احنا زوز فاهمين بعضنا بالقدا. أنا طالب الشطر يا هاشمي. شنو التهديدة؟ افهمها كيما تحب تفهمها. أنت وليت تهز وتصبط وتطالب المستحيل. باهي مالا تخليني نعمل اللي في مخي ونكشف الاوراق الكل. وقتها تعاود تدخل الحبس من جديد، والتهمه تضليل العداله، ونزيد نلصق لك تهمه الابتزاز والتهديد، ومعاها من الكمبياله نتاع الدار اللي عطيتها لك بربع الحق، وتكمل عليك مرتك تشهد ضدك وتخليك تجري وتطيح وتلعن النهار اللي بربشتني فيه.
عندي سلاح اخر سي الهاشمي. شي ما عندك وما تنجمش تلعب معايا، على خاطرني انا راجل نظيف والدوسي نتاعي نظيف، والناس الكل تعرف اللي ثروتي كونتها من اموال زوجتي الوارثه الوحيده اللي هادي ديمونت بعد ما مات خوها الله يرحمه، وبكلهم زاد يعرفوا اللي انا رجل شريف ونظيف، وهذا الكل كونته بعرق شبيني. ويعرفوا زاد سي الهاشمي اللي انت اكبر قلاب واكبر استغلالي وتستنى في الموت لمرتك. رغم اللي لسانك طويل مانيش باش نلوم عليك، يحرز لك انسانيتي ورجوليتي وقلب الطيب، ولا رجعك خدمة مرمى كما كنت. أما هاني مش نكلم الطاهر المعسل في البلاد يشوف لك خدمة معاه. وانسى اللي انت شريك جملة على خاطرك علقت الصبات، والموضوع اللي في بالك ما تنجمش تهددني به، على خاطر الهاشمي يلعب مرة واحدة وما يعاودش. ما عليك كان ترضى باللي نعطيك وما عادش تحل فمك قدامي. السلام عليكم. وعليكم السلام.